وأنهما اليوم موجودتان ردًا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ما في جنة ونار، بل هما الآن موجودتان، لأن الله قال أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، ما قال تخلق أو تعد، بل قال أعدت، هذه حكاية للماضي. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، دل على أنهما موجودتان وأن هذا الحر وهذا البرد هو من النار والعياذ بالله. ثالثا، أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني شيئا سقط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل قعرها أو وصل إلى قعرها، هذا دليل على أنها النار موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله موجودتان الآن، ردا على الذين يقولون إنهما تخلقان في المستقبل. نعم. والله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار، والمنافق فيأتيه من سمومها وحرها، هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. نعم.